كل المواد في النظام الجديد بتتذاكر كأنها رياضة. بصوا بقى كده، عايز اسال او اللي بيتفرجوا على الفيديو ده لاي سبب من الاسباب سؤال، يعني هو انت ليه، لا مش ليه، هو انت اول امبارح اتغديت ايه؟ بس افتكر كده، يلا هسيب لك 5 ثواني، 1 2 3 4 5، غالبا مش هتفتكر. ولو صعبتها عليك وقلت لك من 4 ايام اتغديت ايه، مستحيل. طب ازاي بقى الولاد يبقى عنده حصه او محاضره يوم الثلاث فتلاقي ابنك المجتهد جدا المجتهد جدا يوم الاثنين، يعني بعد اسبوع بعد 6 ايام قاعد يذاكرها، ولكن انا بعمل الواجب بتاعها ومش عارف ايه والكلام ده، وعنده بكره بقى المحاضره، هو اصلا مش فاكر اول امبارح اتغدى ايه، زي ما انت مش فاكر اول امبارح اتغديت ايه او من 3 ايام اتغديت ايه. مطلوب منه بقى انه يتذكر شرح مدرس قاعد بقى بيقول ساعتين ولا ساعتين ونص، وبيقول تفاصيل وبيربط حاجات جنب بعضها، والكلمه دي جنب الكلمه دي، ويربط الحته دي من المحاضره الجديدة مع حتة من المحاضرة القديمة. ابنك بقى هيستوعب كل ده عشان بيذاكر يوم الاثنين وهو فايت الموضوع بقاله 6 ايام؟ وبعدين حضراتكم تقوموا تقولوا ايه، والله الواد كان بيذاكر، والله الواد عامل الواجب، والله الواد بيروح الدرس على طول، والله ده ما بيغيبش خالص، والله ده ما بيروحش متأخر، والله والله كل ده انا مصدقك فيه. النتيجة صفر. هقول ايه؟ طيب عندنا قانون كده او تعريف في علم الاقتصاد لكلمة عمل. ما المقصود بالعمل؟ وابنك بيشتغل على فكرة، بيشتغل انه طالب. فايه العمل؟ كل مجهود يبذله الانسان بهدف انتاج سلعه او خدمه، يبقى في مجهود وفي هدف، لازم المجهود يبذل ولازم النتيجه تتحقق علشان خاطر في الاخر يبقى اللي عمله ابنك ده عمل. فابنك لازم يذاكر. بصوا كلمه اول باول دي، اول باول دي يعني هي مش كلمه للاستهلاك المحلي، هو خد المحاضره النهارده فهو بيذاكرها النهارده، بكره بعد بكره ده متاخر جدا، بس يعني نمشيهولك بعد بكره، والا حضرتك قمتي عملتي اكل حلو جدا جدا جدا، وبعدين الاكل ده سبناه 3 ايام عز الحر او في البلكونه في عز الشمس، وبعدين بدانا ناكل منه فرميناه كله، وكل المجهود وكل الفلوس اللي اتصرفت في الاكل في تجهيزه كل ده اترمى. ليه؟ لان الاكل باظ، المحاضرات بتبوظ يا جماعه، مفيش حاجه اسمها الواد يذاكر بعدها ب4 5 ايام. كل انا بقول لحضرتك كلام واضح اهو، الفلوس اللي انت بتديها لابنك عشان ياخد محاضره دلوقتي لو ما رجعش يذاكرها النهارده او بكره ماكسيمم، اعتبره بالظبط ان انت مسكت الفلوس دي وقطعتها قدامه ورميتها في الزباله، ابنك ما اشتراش حاجه، ابنك ما خدش حاجه. ده بقى يعني كلمه انا بقولها لكم اهو من كل قلبي عشان خاطر فلوسكم اللي انتوا بتدفعوها. طيب ابنك مش ناوي يعمل كده، يبقى انت بترمي فلوسك على الارض. تحياتي ليك يا فندم، وانت حر بقى، دي مش شغلتي. وهي دي جزئيه من جزئيات المتابعه اللي انا كنت بتكلم عليها في الحلقه اللي فاتت، اعرف ابنك وهنتابعه ازاي عشان هو بيذاكر ازاي. طيب بيذاكر ازاي وحفظ ولا ما نحفظش ومش عارف ايه؟ يا جماعه يا جماعه بالراحه جدا كده عشان تبقوا فاهمين القصه ماشيه ازاي. موضوع ابنك درسه النهارده يعني ايه؟ ما يقعدش عليه ساعتين كده يبدا اول حاجه انه يقراه كله، يقرا كده من اول فين لحد فين، يقرا الملزمه بتاعته ده كده بس بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح، يقراه وبعد كده يخطط عليه، وبعد كده يتذكر الملاحظات اللي هو كتبها ورا المدرس بتاعه او اللي هو يتذكرها من الشرح، بيكتب ملاحظات، وبعدين يبدا يحل اسئله تحت مسمى بقى واجب او تحت مسمى هي دي مذاكرته الشخصيه. وخدوا بالكم ما دام قلت كلمه بدا يحل، انا كده بدات للمذاكره او بدات اول خطوه حقيقيه من المذاكره. طب كده هيعرف يحل ولا مش هيعرف؟ هيعرف يحل حاجات ومش هيعرف يحل حاجات. طب مش هو اراء؟ لا، يقرا تاني عشان الحاجات اللي معرفهاش يحاول يقللها، وبعدين يمتحن نفسه، وبعد ما يمتحن هيجيب الدرجه النهائيه تاني، انتوا تاني اولياء الامور تاني والطالب تاني. ما قلنا مفيش حاجه اسمها درجه نهائيه، بس في الاخر احنا لسه في مرحله المذاكره، فلو مثلا جبت 16 او 17 من 30 يبقى ده معناه ان انا عندي 13 سؤال غلط، ابدا اذاكر ثالث وابدا اذاكر رابع وابدا اسال المدرس. هي والسيركل دي بقى ملهاش نهايه. يعني هو لحد امتى؟ لحد ليله الامتحان هو بيعمل كده، لحد ليلة الامتحان هو عنده أسئلة مش قادر ان هو يوصل لها لإجابتها، وهو جوه الامتحان اصلا بعد كل المجهود اللي بذله ده وارد جدا يلاقي 5 6 أسئلة ما عرفش يحلهم. يعني ايه يا مستر 5 6 أسئلة ابني ما عرفش يحلهم؟ يعني 5 6 أسئلة ما عرفش يحلهم في ايه؟ هي الجملة مش محتاجة شرح، لان ببساطة شديدة جدا الامتحان ده 50 سؤال، فابنك جاوب 42 سؤال، ده اللي بيذاكر يعني، وال5 6 2 اتلخبط، فكرة اول مرة يشوفها، حاجة مش عارف يربطها، قصة. لا 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 مستر، احنا ما يلزمناش الكلام ده، احنا ما ينفعش معانا اللي انت بتقوله ده، انا ابني لازم يجيب 60 من 60، ولازم كل حاجة المستر يكون قال له عليها، ولازم لا حضرتك ده برضو انت كده رجعتنا للحلقة الاولى لقبل سنة
لحد 2020 النظام القديم. تاني محدش بيجيب الفول مارك، ولما تتفق مع ابنك على اتفاق لازم يكون الاتفاق ده منطقي وقابل للتحقيق، فابنك بيذاكر علشان خاطر يجيب ال 80% ال 85%. ايه ده ايه ده ايه ده ازاي 80 85% بس؟ اه يا فندم 80 85% بس، لان ببساطه شديده تاني 45 من 60 الاول لو جاب كده يبقى ابنك عشان يجيب الاول مطلوب منه يجيب 45.5، ومحدش بيجيب الفول مارك الا اعداد قليله قوي وفلتات ونوادر ومش في كل المواد. الاول على الثانويه العامه اصلا اعتقد انه يعني سنه ولا اتنين ولا حاجه هيبقى جايب 85%، هيبقى جايب 83%، فهو اصلا ازاي بنطلب من ابننا يجيب 100% والاول جايب 83%؟ ده اللي احنا رايحين له. يعني اول سنه في النظام ده جاب الاول في الادبي جاب 94%، نزلنا 6% مره واحده. طب نرجع للمذاكره تاني، معلش نرجع للمذاكره تاني. يعني ابني يعمل ايه؟ حاضر انا صبور وهقول تاني. يحضر الدرس، لازم وهو بيحضر الدرس يذاكره اول يوم او تاني يوم بالكتير، يقرا كويس جدا جدا جدا، يكتب النوتس والملاحظات اللي المستر بتاعه قال له عليها، ويبدا يحل الواجب والامتحان ويشوف الغلطات بتاعته، وتبدا المذاكره من اول اكتشافه للغلطات. هو ده بقى اللي بيعلي مستواه. بصوا هقول لكم حاجه، كل النظام الجديد وكل المواد فيه بقت زيها زي الرياضيات. الواد يقول لك انا ذاكرت رياضه وحليت 5 كتب رياضه، 5 كتب الصلاه على النبي، بص 5 كتب، عيل مرعب اللي هو كل الكتب اللي موجوده في السوق. طب وهيدخل الامتحان بتاع الرياضه هيجيب الدرجه النهائيه؟ وارد جدا يلاقي مساله او 2 أو 3 ما يعرفش يربط افكارهم هي ايه ويجاوبهم غلط، وبرضه يجيب 50 من 60 مع انه حل 5 كتب رياضه. نفس الكلام، هي معلومات ومعطيات بتدخل جوه مخه. المثال اللي انا هقوله ده انا قلته قبل كده برضه، هو بيدخل جوه مخه علشان خاطر كانها ادوات. مدرس بيعلمك الاداه دي، ده مفك وبيفك المسامير، دي كماشة وبتطلع المسمار لو من الخشب، ده مش عارف مفك تيست، ده منشار بيقطع الخشب. انا اديتك الادوات اهو وعرفتك كل اداه ايه، وكل ده بقى في دماغك، وانت رحت ثبتت ده لما ذاكرت وبدات انك تحل سؤال، فالسؤال ده يقول لك لا هات المفك والمنشار، بس ممكن سؤال تاني ابقى مش عارف هو ده محتاج ايه، وممكن سؤال تاني ابقى عارف بس على ما اوصل للاداه اللي انا محتاج استخدمها عشان احل ياخد مني 10 دقايق ربع ساعه، وده شيء خطر جدا 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 لما يكون الواد جوه لجنة الامتحان، لانه بيحرق منه وقت. يعني لازم اكون عارف الادوات وعارف بتستخدم ازاي، ادي رقم واحد، وبعدين حليت وطبقت كتير عشان اول ما اقرا السؤال ده اقول اه السؤال ده محتاج الاداة دي والاداة دي، تبقى الاجابة كذا ونستبعد دول. عارفين الفرق بين الصنايعي؟ الصنايعي لما تودي له عربيتك وهي بايظة، في صنايعي يقعد 3 ساعات مش بيصلح، 3 ساعات بيحاول يكتشف ايه المشكلة اصلا، ويا ريته اكتشفها صح. في صنايعي تاني اول ما يقول دور كده يا استاذ مش عارف ايه، هات يا ابني مفك 14 ومفك 17 ومش عارف ايه وصليبة ايه واعمل لي كذا كذا، ايوه كذا، حط على الجهاز تمام 100 100، شكرا صلح. على فكره الاثنين شاطرين، بس في فرق مستويات. فرق المستوى ان التاني ممكن يكون بقاله دي العربيه بالحاله دي مرت عليه للمره ال40 مثلا، فخلاص بقى عارف، لكن التاني دي تاني او تالت مره تمر عليه التجربه دي او الحاله دي من الاعطال، فلسه بيجرب. وده بقى ياخدنا ايه اللي بيفرق طالب عن طالب يوم الامتحان. مش الامتحان سهل وصعب، ده دينا هعمل لها حلقه لوحدها، امتحان سهل وصعب دي، لكن انا هتكلم في حاجه تانية. هو الطالب اللي حل 5 كتب رياضه هيعرف يحل في امتحان اخر السنه زيه زي الطالب اللي حل كتاب واحد؟ طب زيه زي الطالب اللي قال انا فهمت خلاص هي بتتحل ازاي، المستر شرح وانا فهمت خلاص، طب يا ابني اعمل الواجب؟ لا 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 لا، انا عارف لما يجي لي سؤال زي كده انا عارف هنحط القانون الفلاني ونعمل كده. طب يا ابني طبق بايديه. لا ما بيطبقش البيه بايديه، تابع ابنك، تابع ابنك وتابع مذاكره ابنك. راح الدرس مش كفايه، ذاكر امتى، التايمنج، ذاكر ازاي، خلص مذاكره اعمل الواجب، غلطت كام سؤال، غلطت كام سؤال، عرفت اجاباتهم ولا لا، اول ما توصل مع ابنك غلطت كام سؤال، عرفت اجاباتهم ولا لا، انت هنا بقى بدات تحط ايدك على المشكله، على انه ذاكر فعلا ولا لا. وكل ما يحل اكتر، اوعى تقول لي بقى كولي امر نبي، كل ما يحل اكتر يبقى هيجيب الدرجه النهائيه، كل ما يجيب درجه اعلى، كل ما يجيب درجه اعلى، كل ما احتمالات انه يلاقي افكار اسئله غريبه بيشوفها لاول مره في اللجنه تقل، في الفاينل تقل. فعادي جدا لما يكون الامتحان 50 سؤال فابني لقى 5 اسئله ما يعني مش عارفهم خالص اول مره اشوفهم، وخمسه تانيين يعني هو بذل مجهود قوي فيهم، وفي 40 فكره لا لا انا شفت الحكايه دي قبل كده، لا انا شفت الحكايه دي قبل كده، لا انا شفت الحكايه دي قبل كده، اه تمام 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 تمام، ويتعب في العشرة اللي باقيين، فيبقى يجيب مستوى 80%. 80% ده حاجه عظيمة جدا جدا. دي طريقة المذاكرة في النظام الجديد، كل المواد كأنها رياضة، واللي بيميز طالب عن طالب التطبيق الأكتر، التطبيق، مين طبق وحل أكتر من التاني. طب أنا حليت 1000 سؤال، لا 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 تعالى 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 حمادة تعالى، حليت 1000 سؤال طلع فيهم كام سؤال غلط؟ 300. طب عرفت كام سؤال من ال 300 الغلط دول هم غلط ليه؟ لا 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 أنا جبت 700 صح و300 غلط. عارفين ده ذاكر كام سؤال كده؟ ولا سؤال، صفر بالنسبة لي.
الاعدادي ده محصله صفر، المحصله بتاعته حقيقي صفر، لان هي مذاكرته كانت في اكتشاف ال 300 غلط ليه او كام واحد من ال 300. واحد تاني ذاكر 200 سؤال فحل 150 صح و50 غلط، بس ما جالوش نوم، والله ما يغمض لي عين الا لما اعرف ال 50 دول ليه، وهتشقلب وهكلم المدرس ده وابعت له على الواتساب واتابعه هنا واعمل هنا واروح هنا هتشقلب لحد ما اوصل لل 50. ده اللي بيذاكر. يبقى هي كمان مش بعدد الاسئله، هي بعدد الاسئله الغلط وتقويم هذه الاسئله. والطلبه اللي معايا عارفه ان انا عامل كتاب اسمه اسالني، الفكره محدش بيطبقها معايا بنسبه 100% الا 2 3% من الطلاب، تمام؟ بس هي لسه جديده فبشتغل على اسالني دي، اللي احط الاسئله اللي انت غلطت فيها في الامتحان وفي الواجب، فدي برده من ضمن الحاجات اللي انا بشتغل عليه. اللي انا بقوله لكم ده هو طريقه شغلي، هو الحاجات اللي هي دي قناعاتي، فطبيعي ان هو ده اللي انا بتكلم معاكم فيه. في حاجه كمان على عدد ساعات المذاكره، في ارتباط احنا خالقينه ما بيننا وما بين بعضنا، ان الماده اللي بذاكرها اكتر وببذل فيها مجهود اكتر هي الماده اللي انا هجيب فيها درجه اعلى. ده اي حماده بالجنزبيل، دي مهلبيه، ده اي كلام. ما انا ممكن يكون ابني ما بيحبش الجغرافيا، دمها تقيل على قلبه، طول عمره بيتلخبط شمال جنوب شمال جنوب او شمال غرب، متلخبط. هي يا اخي ربنا خلق الجينات بتاعته مش واكله جغرافيا، فبيبذل مجهود كبير جدا في مذاكره الجغرافيا، كبير جدا، تمام؟ وفي الاخر النتيجه ايه؟ انه بيجيب في الجغرافيا درجات افريج 35 من 60 و38 من 60، مع ان انا شايف الواد بذل مجهود كبير جدا فيها. وماده ثانيه ممكن تبقى مثلا زي الانجليش، هو متاسس فيها كويس وتمام التمام وعنده حصيله لغويه عملاقه و100 100 فحاجات بسيطه كده، ويبقى اقل مجهود هو سايب ايده بيجيب في الانجليش 48 من 50 و46 من 50 درجات عالية. الموضوع له علاقة بميول ابنك، بقدراته، بالحاجات اللي هو متأسس فيها أحسن من حاجات، فعمرها ما كانت بعدد الساعات الأكتر في مذاكرة مادة تساوي إن أنا لازم هجيب درجة فيها أعلى. فلا، ده تفسير برضو شيلوه من دماغكم تماما، بس احنا نبقى رصدين نقط ضعف ابننا ايه، ونطلب منه انه يجيب فيها مجهود، انه يبذل فيها مجهود اكبر عشان يقلل الفجوة، يقلل الفجوة ما بينها وما بين المواد التانية اللي بمجهود اقل وبيجيب فيها درجات اعلى. وهنا بقى في تنبيه خطير، ان المواد اللي ابني قوي قوي فيها وكده وجامد، ساعات بتسرح منه يقوم يقولك ايه، لا 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 خلاص انا بسيبها، انا كده انا في اخر السنة كده في اخر شهر هلم الموضوع، اللي هي ثقته في نفسه وقوته في المادة قلبت ضده. فالصعب اللي محتاج مجهود كبير خدته بصعوبة وبذلت فيه مجهود كبير، والسهل برضو صعبته على نفسك. ولي الأمر لازم يكون عنده الحكمة دي وهو بيتعامل مع ابنه. دي طريقة المذاكرة، كل المواد في النظام الجديد بتتذاكر كأنها رياضة، الحل الكتير طالب أكتر من طالب، اللي بيميز طالب عن طالب. قصتنا في المذاكرة مش الأسئلة اللي اتحلت، قصتنا في المذاكرة الأسئلة اللي انت غلطت فيها، قد ايه انت اهتميت بكل قلبك انك تعرف الإجابة الصح بتاعتها ايه. وده وارد جدا انك يحصل لك لحد آخر يوم قبل الامتحان، ووارد جدا بعد كل مجهود تلاقي سؤال واثنين وثلاثة جوه الامتحان مخك مش مستوعبهم، بس انت حليت 40 و 45 سؤال، وده اللي بيميزك عن غيرك. طريقة المذاكرة ازاي في النظام الجديد وداعا للحفظ. وقول ورايا ويلا نغنيها ويلا نعملها، مش عارف نقول حاجة كده عن نغنيها دي. اقول لكم حاجة، انا كنت زمان طول عمري يحبش موضوع الغنى ده والرقص والهبل ده، بس اقول لكم حاجة، يعني كان في النظام القديم بلاقي له مبرر، اهو لانه كان مبني على الحفظ، فالسؤال ده اجابته 6 نقط، فبناخد جمل كده نغنيها عشان نعمل خريطة ذهنية، يبقى الغنى هنا وسيلة علمية بشكل او باخر. انما غنى في النظام الجديد، طب انت بتغني على نفسك او انت رايح بقى حفله استعراضيه، يا جماعه ده ما ينفعش في النظام الجديد، ما ينفعش. مش عايز اقول اكتر من كده يعني، خاصه ان في فقره هتكلم عن المدرسين، فيعني ربنا يستر هنخسر النص اللي نعرفه، النص اللي ما نعرفوش اصلا مش عايزين نعرفه. يلا سلام. يبقى المدرس ده حتى لو كان اشطر واحد في الدنيا هو مش مناسب لابنك، لان الصفحات والجروبات اللي بتتكلم عن المدرسين دلوقتي بقت مدفوعه، بقت بالفلوس. المعيار هو الصفحه الشخصيه للمدرس، مش صفحات السوشيال ميديا اللي بتعمل ماركتينج. هو المستر النهارده جه، هو حسب الساعه كام؟ 2. طب هو دخل الساعه كام الدرس؟ حتى لو ما اقتنعتوش بيه كله، بس لازم تسمعوه يمكن تطلع منه بحاجه.